السلام عليكم، مرحبا بك في لا فيديو هذه تاع اليوم. ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم كيفاش تلقى خدمه اللي تعاونك باش تخدم لك لي بابي تاعك وتجيبك لاوروبا باذن الله تعالى. الوغ كنت ديجا حطيت ستوري في الانستغرام تاعي، باي ذا واي اللي راه ماش متبعني في الانستغرام غادي تدخل تحتها في الديسكريبشن، غادي تقلب الانستغرام ارواح مرحبا بك باسكو كاين بزاف صوالح راهم بايتينك وغادي نبارطاجي بزاف صوالح تما. اوكي هذا كان لازم ندير فيديو باش نشرح بالتفصيل كيفاش تتابليكي مع هاد الشركه. الوغ تيلي بيرفورمانس هي شركه اللي تعمل الواسطه ما بينك انتايا وما بين الشركات اللي تخدم معاها، فهمتني؟ هي تكون الواسطه، يعني هي اللي تجيبك وتزيدك عند الشركه، فهمتني؟ سيتادير كول سنتر. ديجا في الواجهه راك تشوف السيد هنا داير كاسك و بوتيت راه يهضر في التليفون. الوغ ما معناتها كول سنتر؟ هي خدمه العملاء، انك ترفد التليفون راك خدام في شركه تما في الاوفيس ويوصلوك مكالمات سا ديبون شركه اللي تخدم معاها. قال باغ اكزومبل نعطيكم اكزومبل، كاين شركات كيما الجيري تيليكوم المعروفه، كاين شركه هنا تاني تلفت التليفون يتصل بك عامل قال الكونيكسيون راحت لي، شوف المودم تاعي ماله ولا شوف الكونيكسيون تاعي مالها ولا بروبليم، هي وانت تسي تريغلي لو بروبليم تاعها. بيان سور ما غاديش تخلي هكا، غادي كي يقبلوك ان شاء الله غادي يديروا لك ان ستاج، كي تجي كي يقبلوك وتجي لوروب وتجي البلاد هذيك اللي طلباتك يديروا لك ان ستاج ويفهموك بالتفصيل كيفاش تخدم كيفاش بلا بلا بلا، وحتى تكون تعرف تري بيان، فهمتني؟ الو بسم الله، كي يطلع لك هاد الواجهه روح تدخل لجوجل، اونفان تدخل جوجل تكتب تيلي بيرفورمانس، غادي يطلع لك هاد الواجهه تهود هنايا لتحتها دير سيرش. انا راها طلعت لي اون انجلي، تدخل هنايا غادي هنايا تطلع لك لي سيتي اللي راها متوفرين حاليا فيهم الخدمات. كاين برشلونه، انا ننصحكم باي كلشي ابليكي فيهم كاع، ما حسيناش هنايا اللي قبلاتك هذيك هي. الوغ دير برشلونه باغ اكزومبل، حنا خيرو برشلونه، والاهم والمهم هو جماعه خاص تكون عندك اتليست تكون عندك لي لونغ، اتليست تكون عندك زوج ولا ثلاثه د اللغات ماذا بيك. حنا على الاقل نورمالمون حنا كجزائري وانت قريت في الجامعه وكاع تكون تعرف اللغه العربيه واللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه، عندك اللغه الانجليزيه اللي غادي تعاونك بزاف في حياتك. انا شخصيا عاونتني اللغه الانجليزيه بزاف في حياتي. You have to speak English. هذه أتليست كي تكون عندك لغة إنجليزية سي بون، حياتك غادي تجي شوية سهلة في الورق، فهمتني؟ ألوغ دخلنا الويب سايت هنايا تاعنا، أنا خيرنا اللوكيشن اللي هي برشلونة، نروحو لانجويج. حنا غادي نديرو حالة بسيطة، راك تشوف باللي فوقا كاين عربية، سما إذا كان تسبيك أرابيك بلغاريان ولا تشاينيز ولا تشيك ريبابليك لانجويج، أنت خيري العربية. هاد الأتليست حنا نديرو أتليست، إذا كنت تحكي أنت إنجليش وكاع تهود لتحتها وتخير إنجليش تاني، نديرو أرابيك. أفوالا تطلع لك هاد الواجهه. الو هنايا راك تشوف Arabic speaking risk specialist، هنا Arabic middle east market، Arabic business developer representative google products، Arabic middle east business growth specialist google advertised products. كاين بزاف سما تزيد تهول تحت راه كاين بزاف. انت حنا غادي نخيرو اكزومبل واحد، غادي نديرو هذا Arabic middle east market، غادي نديرو apply now. خاص تكون عندك Arabic والانجليش language. اوكي ندخلوا فيها على بركة الله، رانا دخلنا فيها. الوغ الجوب هذه ها هو الاسم تاعها، ها هي ابلاي ناو على اليمين، راه كاتب لك هنايا لتحت برشلونة وكاتالونيا وسبين، يعني وين هذه استغفر الله وين اكزاكت اليو تاعها. الوغ هنايا هاد الكتابة اللي مكتوبة هنايا على اليسرى خاصك تقراها، يعني هنا الديسكريبشن تاع الخدمة تاعك، شا هي شا غادي تاع الشركه وتاع الخدمه شا مستحقين. هنا يقول لك شركه كسموها وش هي وش هو البيربس تاع الخدمه تاعك شنو يستحقوا منك، تقراها كاع وريسبونسابيليتيز شنو هما الصوالح اللي يستحقوك انت تخدمهم، شنو هما خدمتهم شنو هما. خاص تكون اتشيف هنايا هذا تقراهم كاع منا، وهذا بعد هنايا ريكوايرمنت شنو هما ريكوايرمنت، يعني شنو هما الصوالح اللي لازم يكونوا عندك. باغ اكزومبل ذا فيرست وان هذه فيها 1-2 years business experience in and outbound motion. كاين بزاف اللي يطلبوا لك الاكسبيرينس في حياتنا احنا، وين ما تروح تحوس خدمه يقول لك اعطيني الاكسبيرينس اعطيني الاكسبيرينس، تدير بلي عندك اكسبيرينس مي وين ديرها؟ ديرها في السي في تاعك، مي
كي نقول لك عندك اكسبيرينس ماشي دي غير عندك اكسبيرينس غير هكا ليسونسي تكون عندك غير تعرف شويه باريك تعرف شويه كيفاش تهضر في التليفون وتكون كالم وتعرف كيفاش تخدم مع التيم وورك تاعك باسكو الصوالح اللي يستحقوهم اللي يستحقوهم كاينين يقول لك باللي اعطيني اسكو خدمت مع ناس هكا في مجموعه اسكو خدرت هدرت اللغات هكا من قبل انت دير باللي خدمت صحيح و requirement تحت جينيرالمون يقول لك بلي work permit for Spain required ولا desirable. شوف انا هنا يقول لك بلي work permit خاص تكون عندك انت فيك راك عايش في الجزائري ولا السيت هذا يعاون بزاف الناس اللي راهم باغيين يجيو فهمتني انت هود لتحتها يقرا اذا كان work permit كاينه ولا ما كاينش انا اسبانيا نخبرها لكم مضر وسمع باش يكون على بالك انا اسبانيا والبرتغال هادو زوج اللي دائما يطلبوا يقول لك اعطيني ورك بيرميت مي كاينه بلاد اللي ننصحكم بها اللي هي لاغريس تسمى في اللوكيشن هذيك كي تبقى تحوس على لاغريس هما يجيبوك وين ما كنت هما يخدموا لك لي بابي تاعك فهمتني هذا غير ويب سايت واحد ان شاء الله غادي نعاود ندير لكم شحال من ويب سايت ونفهمكم في كل ويب سايت فهمتني هذه ابلاي ناو هنا تدخل تعمل لي زانفورماسيون تاعك تعمل لي ويب سايت لي زانفورماسيون تاعك هنايا كاع first name last name اسمك لقبك وفي الجماعه في الفون نمبر هنا ما ديرش 07 بار اكزومبل كيما حنا عندنا في الجزائري دير لو كود نيميرو لو كود تاع الجزائري اللي هو بلس 213 بلس 213 هو النيميرو تاع الجزائري اللي ما على بالناش هنا تدخل بي دي اف تحط لو سي في تاعك كوم بي دي اف ولا دوكيمون نورمال والسي في تاعك من بعد ان شاء الله ندير لكم عليه فيديو كيفاش تخدم ان سي في بروفيسيونيل اجمع انني باغيك نتايا لك بغيت تلقى خدمه كسو سوا في الجزائري ولا في الاوروب اتليست جماعه يكون عندك ان سي في مي ماشي سي في هذاك اللي تروح عند سيبر كافي اللي تقول هذه لي سي في تخلصها 20000 ولا تقول هذه لي سي في صاحبي رانا كبار رانا قاريين ما خصكش واحد يدير لك سي في تاعك انت اللي انت تستحقه باش تدفعه خاص يكون عندك ان سي في بروفيسيونيل ومن بعد تكون ندير لكم كيفاش دير ان سي في بروفيسيونيل وبالخف ماشي ما يديرلكش وقت بزاف مي سي في تاع ديرها بروفيسيونيل وحدك دوكم بعد ندير لكم عليها لا فيديو ان شاء الله هنايا كاتب لك هاو وود يو لايك تو بي كونتاكتد باي كيفاش راك باغينا نعيطوا لك فاش واش هي الاوتي اللي تخيرها انت دير فون كولينغ وايميل تسمى عيطوني في التليفون وزيفتوا لي ايميل وشي دير اي هاف ريد اند اكسبت هادي يسقسو يقول لك اسكو انت يا مسيو مصطفى عدنان بايلي هو باغ اكزومبل انايا اسكو راك ابليكيت لهاد الخدمه يقول لهم وي سي فري الوغ راه يقول لك راه عندنا واحد الجوب اوفر اللي هو في اسبانيا ولا في لاغريس ولا اذا كانت اكسبتي الاوفر هذايا يقول لك انت تقول اوكي هيا ويديروا معك انترفيو هذا يديروا معك لايف ستادي يعيطوا لك بلا كام تحكي معهم لايف تكون لابس بيان كاع ويسقسوك دي كيستيون هكا وكاع وكيما مقابله عمل كيما اي مقابله عمل شي يديروها لك اونلاين اذا قبلوك ان شاء الله هما اللي غادي يتكفلوا بلي بابي تاعك فهمني يا خويا اختي الو جماعه كان هذا هو الفيديو تاع اليوم تاعنا الويب سايت سموه تيلي بيرفورمانس راه كاين بزاف دي ويب سايت ما نعيا نقول لكم كاين بزاف مي هذا اللي الويب سايت اللي شته يعاونك انت ولا انت راني حطيتها لكم وكاين بزاف غادي نسين ندير لكم دي فيديو واحد اخرين عليهم جوست باش نعاونكم حاجه الوحيد اللي باغي نقولها لكم في الاخير هو شوف يا خويا ولا اختي هذه نصيحه اخوت نصيحه عن تجربه تاني اذا كنت تعرف حاجه معينه كيما انا نشت هذا الويب سايت لقيتها باللي يعاونكم درت عليه فيديو وحطيتها لك ما فيهاش عيب انك تلقى خدمه ولا تلقى عفسه فيها الخير ولا تروح عند خوك ولا اختك ولا ماشي اختك يعني ولد امك وبوك لا يعني تعاون خوتك برا تخرج قال خويا كاين هذه ابليكي في هذه اروح نوريك هذه عاون خوتك عاون الناس ماذا بينا احنا دوك لك باغي تزير تكبر كوم انا نحكي لك انا جزائري نحكي لك على الجزائر اذا كنت تونسي ولا مغربي شوف نحكي لك اون جينيرال انا باغي بلادنا تطلع والمجتمع تاعنا يكبر اللي نعاونوا بعضنا وكاين عاود الحاجه ديرها في راسك مليح يقول لك ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه يعني ربي سبحانه غادي يكون في عونك كيما اذا كنت انت في عون خوك اما اللي يكون في عون خوك وما تحسدش خوك وخلي الرزق على الله فهمتني صديقي هذه كانت غير زياده بغيت نقولها لكم باسكو على بالي يعني الدعوه وكيفاش راه تمشي دروك راني فاهمني ربي يوفقكم ان شاء الله كاع ولا عندك كيستيون واحده اخرى ولا خليها لي في لي كومونتير ومن بعد نسي نقدر نجاوبك في لي كومونتير ولا زفت لي ميساج في الانستغرام جينيرالمون اكتيف في الانستغرام مرحبا بكم جماعه كاع شكرا ودعونا دعوه الخير والسلام عليكم.